بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من سلسلة دروس كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ أبي بكر أحمد ابن علي ابن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب تعظيم المحدث وتبجيله. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم ابن محمود النيسابوري الواعظ قال: أخبرنا أبو الفضل قال: حدثنا محمد بن الحسين القاضي بمرو قال: حدثنا عبد الله ابن محمود السعدي قال: حدثنا صخر بن محمد الحاجبي قال: حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بجلوا المشايخ، فإن تبجيل المشايخ من إجلال الله عز وجل. بجلوا المشايخ، طبعا المشايخ هنا على فرض ثبوت هذا الحديث المراد بالشيخ هنا ذو الشيبة المسلم، فيجب أو ينبغي أن يوقر في المجالس وأن يرفق به في الكلام وأن يكرم، هذا المراد بالمشايخ هنا. قال: أخبرنا عبد الله ابن يحيى ابن عبد الجبار السكري قال: أخبرنا جعفر بن محمد ابن أحمد بن الحكم الواسطي قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق أبو يوسف الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي. إن من إجلالي، يعني من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام، أن توقر وأن تعظم ذا الشيبة من أمته عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا محمد ابن الحسن القطان قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم قال: حدثنا الوضاح بن يحيى النهشري قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس منا، يعني ليس على ليس يعني بمعنى ليس على سنتنا، ليس منا يعني ليس على سنتنا وليس على هدينا وليس على هدينا وليس على أخلاقنا. طبعا هنا ليس منا قد ترد ليس منا، ويكون المقصد منها مثلا التبري من الإسلام، الخروج من الإسلام، ولكن غالبا ترد ويكون المقصد منها يعني ليس منا، ليس على هدينا وليس على أخلاقنا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، طبعا وهذا فيه تهديد وفيه وعيد لذاك الذي لا يتصف بهذا الوصف. قال: أخبرنا علي بن أحمد ابن إبراهيم النصري قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن عثمان الفسوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا يوسف بن محمد الصفار قال: حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن كعب الأحبار قال: ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم، ثلاثة، وأن نشرفهم وأن نوسع عليهم في المجالس: ذو السن، يعني ذو الشيبة، الكبير، الشيخ المسلم، إذا ما قدم وأنا في صدر المجلس أقول له: تعال يا عم اجلس هنا بجانبي في مكاني. وذو السلطان لسلطانه، أنا قد دخلت إلى بيتك
دخلت إلى بيتك، لا يصح لي أنا أن أجلس في مكانك أو أن أضيق عليك مكان مجلسك، بل ينبغي علي أن أقدمك وأن أن أعلي من قدرك، لأنني أنا الذي في سلطانك الآن، وذو السلطان لسلطانه، وحامل الكتاب، وحامل الكتاب يعني حامل القرآن، القرآن. وجاء في الحديث ثلاثة إجلالهم من إجلال الله عز وجل: حامل القرآن غير الجاف عنه ولا الغالي فيه، وذي الشيبة المسلم، والسلطان المقسط السلطان العادل. هؤلاء الثلاثة إجلالهم من إجلال الله عز وجل. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن عثمان السواق قال: حدثنا عيسى بن حامد ابن بشر الرخجي قال: حدثنا هيثم ابن خلف الدوري قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني بكير ابن محمد ابن أسماء ابن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله ابن خميرويه الهروي قال: أخبرنا الحسين بن إدريس قال: حدثنا أبو عبد الله يحيى بن عبد الملك الموصلي قال: رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكأن بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به، وكان إلى الأدمة ما هو، يعني كان أسمر، لونه أسمر. قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا علي بن إبراهيم المستملي قال: حدثنا محمد بن سليمان ابن فارس قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين، كان يعظمهم ويجلهم ويكرمهم. قال: وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له: أيها العالم، أو أيها الحافظ، ونحو ذلك، يعني من ألفاظ التعظيم والتبجيل. فقد أخبرني أبو نصر محمد بن علي بن أحمد الرزاز قال: أخبرنا الحسن بن القاسم الخلال قال: حدثنا أحمد بن عبد الله صاحب أبي صخرة قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا يوسف بن الماجشون قال: أخبرني محمد بن المنكدر قال: ما كنا ندعو الراوية إلا راوية الشعر، لا علاقة له بالحديث، وكنا نقول للذي يروي الحديث والحكمة عالم. وإذا قال الطالب للمحدث في خطابه له: يا سيدي، كان ذلك جائزا. قال: أخبرنا محمد بن أحمد ابن رزق قال: أخبرنا أحمد بن عثمان ابن يحيى الآدمي قال: حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت أقفو أتتبع آثار الناس يوم الخندق، وساق الحديث إلى أن ذكر قصة حصر حبس النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وقولهم: ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال أبو سعيد الخدري: فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سعد بن معاذ، جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. أنه كان سعد بن معاذ يومها قد أصيب بسهم وكان مريضا وكان جرحه لا يرقى. قال: هيبة الطالب للمحدث، ينبغي أن تهاب شيخك وأستاذك وأن تعامله بإجلال، ولكن كما قلنا في درس رياض الصالحين،
يعني لا إفراط ولا تفريط. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فسيأتي معنا الآن بعض الأحوال يعني الله أعلم بحقيقتها. قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل ابن إسحاق قال حدثنا قبيصة وأخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا عبد الله ابن جعفر ابن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان عن مغيرة قال كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. قال أخبرنا محمد بن محمد بن عثمان السواق قال حدثنا عيسى بن حامد الرخجي قال حدثنا هيثم بن خلف قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن المبارك الطفاوي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا إسحاق بن سعيد ابن الحسن ابن سفيان قال حدثني جد قال حدثنا جدي قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا سفيان قال كان ابن شهاب يقول جالست سعيد بن المسيب 6 سنين تحاك ركبتي ركبته لا أقدر منه على حديث يعني لا أستطيع أن أسأله حديثا إلا أني أقول قالوا اليوم كذا وكذا قالوا اليوم كذا يعني يقول سمعت فلان يحدث بكذا ويحدث بكذا فإذا به بعد ذلك هو إيش يبدأ بالتحديث. قال أخبرني عبد الله ابن يحيى السكري قال أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا ابن الغلابي قال قال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. قال أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الكاتب قال حدثني جدي محمد بن عبيد الله بن الفضل ابن قفرجل قال حدثنا محمد بن يحيى النديم قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو عاصم قال كنا عند ابن عون وهو يحدث فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن في موكبه وهو إذ ذاك يدعى إماما بعد قتل أخيه محمد فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون أنه كان جالسا يحدث. قال أخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا أبو بكر الصوري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم القزاز قال حدثنا إسحاق الشهيدي قال كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب.
لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. نكتفي بهذا القدر أحبابنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.